المأكولات وقيمتها الغذائية والصحية لجسم الإنسان في فصل الشتاء. حلقة اليوم تمدكم بالنصائح حولها. رحلة سياحية لمنطقة الشارشارة بترهونة بإشراف النادي الليبي لرحلات السياحة ومكتب الثقافة والمجتمع المدني. حملة تفتيشية لجهاز الحرس البلدي طرابلس على المقاصف في مدارس العاصمة. صباح الخير على كل المشاهدين وين ما كانوا تابعوا فينا في يوم جديد. طبعا كل عام وأمازيغ ليبيا بألف خير بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة. ونذكركم أنكم تقدروا تشاركونا بصباحاتكم في طريق عملكم قهوتكم على الهاشتاج يوم جديد. فصل الشتاء وازدياد البرودة يحتاج الجسم لبعض الأطعمة التي تمده بالطاقة والسعرات الحرارية، ومن بين تلك المأكولات والبقوليات بأنواعها لما لها من فوائد صحية وقيمة غذائية ومنها البروتين النباتي. وللمزيد حول القيمة الغذائية للبقوليات في سياق التقرير التالي. الفول والحمص والفاصوليا والعدس وتسمى جمعا بالبقوليات وتعد من أهم الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية في فصل الشتاء. فمع قدوم فصل الشتاء وزيادة برودة الجو التي يشعر بها معظمنا خلال هذا الفصل، يبحث الكثير منا على وسائل تشعره بالدفء، ومن ضمنها بعض الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية كبيرة. ومن أبرز هذه الأطعمة هي البقوليات، إذ أنها تحتوي على البروتين النباتي سريع الهضم عكس اللحوم التي تمنح الجسم نفس القيمة الغذائية إلا أنها صعبة الهضم. كما تتميز البقوليات برخص ثمنها مقارنة باللحوم، وهي تساعد على تجديد كرات الدم وخفض نسبة الكوليسترول فيه، وتعتبر من الأطعمة المفيدة للقلب والكلى وتقي من أمراض عدة كالسرطان. لكن الإكثار من تناول البقوليات يمكن أن يرفع من الغازات في الجهاز الهضمي، ورغم ذلك يقول أخصائيو التغذية أن البقوليات في الشتاء دفء وغذاء. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو السيد مبروك الطويري من إدارة إصحاح الغذائي وإدارة الإشاد والإعلام الزراعي. أهلا وسهلا بك، صباح الخير أستاذ مبروك. بداية أستاذ مبروك، بداية البقوليات لها قيمة غذائية عالية، من الممكن أن تعدد لنا القيمة الغذائية الموجودة في البقوليات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الكريم. في البداية نقدم الشكر والتقديم لقناة النبا لفتح مواضيع فعلا تهم المواطن والإنسان بالذات في الظروف اللي يمر بها بلادنا الحبيب. البقوليات هي مجموعة من المحاصيل تتبع العائلة البقولية، من أهمها مثلا الفاصوليا أو البازيليا أو العدس أو الفول السوداني والكاكاوية. هي تعتبر البقوليات هذه تتبع العائلة البقولية وتضم أكثر من 700 جنس وحاول توصل لأكثر من 19,000 نوع. العائلة هذه فعلا سهل زراعتها تحت الظروف الليبية وسهل إنتاجها وممكن استزراعها والحصول عليها في الأراضي الزراعية الليبية. من ميزات البقوليات إنها غنية بالبروتينات بالدرجة الأولى وكذلك النشا والكربوهيدرات اللي تعطي طاقة للجسم وخصوصا في فترة الشتاء. بالإضافة للميزة الثانية إن البقوليات تتميز إن فيها نسبة بسيطة من الدهون، وهذه العملية المعاكسة لعملية استعمال اللحوم. عادة نلاحظوا إن اللحوم كغذاء يوجد فيه بروتين لكن فيه مشكلة وهي ارتفاع نسبة الكوليسترول ويسبب مشاكل بالنسبة لجسم الإنسان، لكن البقوليات تعتبر وتسمى البروتين النباتي. البروتين النباتي يتميز بأن تقل فيه نسبة الدهون، وهذه تعتبر من الحاجات أو الأطعمة الغذائية المهمة جدا
اللي يتناولها جسم الإنسان. وفي أغلب الأبحاث بدأت في الفترة الأخيرة بدأت تشتغل عليه البقوليات. فالاجتماع 67 للأمم المتحدة تم تكليف منظمة الزراعة والفاو، أي منظمة الزراعة والأغذية العالمية، بأن يتم تحديد سنة 2016 السنة الاهتمام بزراعة العائلة البقولية أو البقوليات، والاتصال بالجهات الحكومية والغير حكومية في العالم بالكامل، والتوجه إلى زراعة وإنتاج البقوليات لما لها فائدة غنية بالبروتينات بالدهون. كذلك توجد بعض الفيتامينات مثل فيتامين A وB وC وD وK، كذلك تتميز بجود بعض الألياف اللي تساعد في الجهاز الهضمي. الميزة الثانية بالنسبة للبقوليات نتيجة الفوائد والغنية بهذه المواد، فإنها تساعد في عملية انتظام أو تعديل السكر في الدم، كذلك تساعد في خفض الكوليسترول في الجسم، كذلك لها مهمة جدا فإنها تقاوم بعض الأمراض السرطانية. ففي أحد الأبحاث في جامعة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية تم دراسة فائدة الغذاء البروتيني، يعني لما نجوا احنا في غذاء الإنسان لما يحط الغذاء البروتيني وهي البقوليات في وجبة الغذاء، أنه يساعد ويخفض من نسبة الإصابة بالسرطان الرئوي. هذه أحدث الأبحاث في جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. العالم فعلا بدأ يتجه للموضوع هذا، ونشكر قناة النبأ لأن فعلا احنا نتمنى ان احنا نواكب العالم في اخر تطورات بالنسبة للجانب اللي يهم الجسم الإنسان بالكامل. بالنسبة للبقوليات القيمة الغذائية الموجودة فيها اللي هي البروتين النباتي، البروتين نفس الموجود في البروتين الحيواني، يعني حتى لو ما كليناش مثلا اللحوم ممكن نعوضه بطبقة من العدس مثلا من الفول يعطينا نفس القيمة الغذائية. وبالعكس يعني نعطيك ميزة ثانية إن في نسبة قليلة من الدهون، وهذه تساعد لبدات الناس اللي يعانوا من مشاكل في مشاكل القلب، في مشاكل الدورة الدموية بصفة عامة، لأنه يقلل من عملية الكوليسترول. وهذه ارتفاع يعني أسعار اللحوم يعني ممكن نعوضه، يعني نعوض العملية هذه في نفس الوقت فعلا. لكن توجد بعض الأخطاء اللي لازم نتكلم عليها كجانب إرشادي. يعني عادة احنا استعملنا البقوليات بالذات في ليبيا عادة نتجه الى الاستعمال الطاجز، استعمال نجول البازيليا او الفاصوليا، بدات نجول البازيليا. البازيليا لو احنا استعملناها طازجة نسبة البروتين فيها قليلة جدا، توصل ل 2%، لكن البازيليا لو تم تجفيفها واستعملناها هي مجففة توصل نسبة البروتين فيها ل 24%. مظبوط. يعني الاشياء البقوليات بصفة عامة الجافة فيها قيمة غذائية للبروتين اعلى من القيمة الجافة نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة. بدأت نأخذ البازيليا، لو نرجع للبازيليا، البازيليا فيها نسبة ماء مرتفعة في الفترة الأولى، وهذا يقلل من تكوين المواد الغذائية من البروتين والكربوهيدرات والمواد النشوية الموجودة في التمرة نفسها. نرجع لزراعة البقوليات، يعني البقوليات الأنواع اللي يمكن زراعتها داخل ليبيا مثلا. أغلب الأنواع البقوليات اللي فعلا مشهورة أو ترتفع نسبة فيها المادة الغذائية صالحة للزراعة في تحت الظروف الليبية، كما تحدثنا البازيليا والفاصوليا والحمص. حتى الحمص توفي دراسات تمت في المنطقة الشرقية أو المنطقة الجنوبية لإنتاج الحمص، لأن الحمص يعتبر من أهم المحاصيل اللي يستعمل فيها كجانب بقوليات ممكن إنتاجها في ليبيا، وهذه مهمة جدا. ونتمنى من المراكز البحثية والجهات الاعتبارية أن توجه الفلاحين لإنتاج بدات في المناطق الجنوبية أو المناطق الشرقية، وتم أبحاث مركز البحوث في الموضوع هذا. لكن من الأخطاء الشائعة أن بعض الفلاحين يعني أثناء زراعة المحاصيل البقولية ما يعطوش هذيك الاهتمام بالعمليات الزراعية، لأن تصور النبات لو ينصاب بأمراض أو بأفات تقلل فيه تكوين المادة الغذائية. وهذه المشكلة أن تلاحظوا إحنا في أسواقنا بدأت لما نجول نشروا البازيليا أو الفول أو الحاجات الخضر نلقوا عليها أعراض الإصابة ببعض الأمراض والأفات، وهذه تقلل من قيمة الغذائية متاع المادة الغذائية، لأن مهمة جدا الاهتمام بالعمليات الزراعية. وهذا اللي خلانا دور الإرشاد والإعلام الزراعي في البرنامج هذا باش نوجه الفلاحين في العملية هذه وكيفية الاهتمام. نرجع لحديثنا من الأخطاء الشائعة الأخرى في أثناء عملية الطهي، نجومة من فاصوليا فعلا من بقوليات، لكن لاحظوا في المطبخ الليبي أن يتم غلي الفاصوليا، وبعد ما تغلي الفاصوليا لنا فيه مادة أثناء الغلي في بعض المواد الغذائية تخش داخل المية، يتم كب هذه مية الفاصوليا ونرجع نطبخه في المادة
باي بقايا الفاصوليا. هذه من الاخطاء اللي تستعمل عمليه الطهي. يعني في الاخطاء الثانيه عمليه النقل والتخزين. يعني هي التركيز بالشكل الاكبر على سيده المنزل اللي هي الام في طريقه الطهي. يعني هي الفاصوليا المية بتاعت الفاصوليا هذه هي القيمة الغذائية الموجودة فيها. القيمة الغذائية فيها. وحاجة ثانية حتى الأم يعني كيف تركز في تناول الأطفال أنواع من البقوليات، إنها تعود أطفالها كيف تم تعويد الطفل على لو ما فيش مثلا لحوم نتجه للبقوليات، أو هي هيك يعني العملية أن لو ما فيش لحوم نتجه للبقوليات، كيف الأم توفق ما بين هذا وهذا في نفس الوقت؟ يعني ما يكونش هي يفضل إدخال البقوليات في أحد الوجبات اليومية بالتدريج. يعني عادة نحن أطفالنا في البداية لازم نحبوهم أن عادة الجزء النباتي أهم من الجزء الحيواني، والجزء المنتج من الجزء النباتي سهل هضمه في الجسم، سهل اقل مشاكل في اثناء الجسم، سهول عمليه الهضم، وهذه لها دور كبير جدا في العمليه هذه. لكن الجسم او لما ناخذ الجزء الحيواني او نقول اللحوم بصفه عامه، فعلا في بعض الاشخاص تسبب لهم حساسيه ومشاكل في عمليه الهضم. يعني لهذا الام لها دور كبير جدا في العمليه هذه، في عمليه الطهي والاستخدام. في نقطه مهمه جدا وهي لازم نوجه ان لابد من ان ننصح بان نستعمل البقوليات الجافه ونبتعد عن البقوليات المعلبه في الاسواق. احنا عندنا بقوليات موجوده في السوق ومجففه وانتاج محلي، اقل ضرر اقل مشاكل. المواد اللي تجي في العلب هذه تحمل مواد حافظه. مزبوط. المواد حافظه تسبب بعض المشاكل الجسم وبعض الامراض في الانسان والاسره والاطفال في غنى عنها. هي ممكن حتى سيده المنزل هي ممكن المعلب زي الفول وزي الحمص وزي كذا، ممكن هي نفسها يعني موجود جاف. موجود جاف واقل ضرر يعني وموجود تقدر سهل الحصول عليه، سهل استعماله داخل المطبخ، سهل الطهي منه. والعمليه هذه لو نرجع لاجدادنا البسيسه هي مجموعه خليط من البقوليات. مزبوط. لكن في بعض الاخطاء الشائعه يذوب فيها بعض المواد بس السكر. ويفضل ان لما نديروا البسيسه ومجموعه بقوليات ونديروا فيها زيت زيتون، تخيل غذاء جدودنا الاولى كيف كانت البساطه نتاعها وكيف الفائده في البقوليات بصفه عامه. راهو احنا البقوليات احنا واخدينها بفطرتنا من جدودنا الاولين، ان فعلا لها قيمة غذائية عالية، بالذات لما تخطل نخلطها بالتمر، بالذات في الصبح لما بسيسة بالتمر. تخيلي انت شوف الغذاء قيمته الغذائية، تمر بقوليات بروتين كامل. تصور جسم الإنسان لما ياخذ الوجبة هذه، تخيل الجهد اللي بيبدأ طاقة موجودة في الجسم. الإنسان ياخذ جهد كامل خلال اليوم، وفعلا هذه جدودنا كانوا ياخذوا في البساطة وياخذوا في الغذاء وقيمة غذائية عالية. القيمة الغذائية العالية. فهمت. شكرا لك أستاذ مبروك الطويري، إدارة الإرشاد والإعلام الزراعي. شكرا لك وصباحك مبارك ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. فاصل قصير ونشاهد بعده. رحله سياحيه لمنطقه الشرشاره بترهونه باشراف النادي الليبي لرحلات السياحيه ومكتب الثقافه والمجتمع المدني. أهلا بكم من جديد للإطلاع على العناوين العريضة للأخبار ومعرفة أهمها. وككل صباح أنهى الزملاء في غرفة التحرير اجتماعهم الصباحي لإنتاج الأخبار ومعرفة أهم ما سيتم تناوله في نشرات من الأخبار. تنضم إلينا من داخل الغرفة زميلة أمينة العكاري. صباح الخير. نعم صباح الخيرات نجوى. أهلا وسهلا بك أمينة. بداية على الملف الميداني وأبرز ما تم مناقشته اليوم في اجتماع التحرير. نعم نجوى، أبرز ما نناقش اليوم في اجتماع التحرير الصباحي وأيضا مقترحات الصحفيين في هذا الاجتماع الملف الميداني بنغازي، اشتباكات في الوحدة 21 والبحث الجنائي وأغلاق الطرق بالحدائق والفوهات وسقوط قذائف عشوائية بمحيط مستشفى الأطفال واشتباكات بفينيسيا وقتلى لحفتر بجميع المحاور التي دارت فيها هذه الاشتباكات. سوف نتابع هذا الملف بالأخص. وأيضا في جدابية استمرار الاشتباكات بالمدينة بين شورى تحالف ثوار جدابية وكتيبة التوحيد وسقوط قتلى وجرحى جراء هذه الاشتباكات في المدينة. وسوف نتابع أيضا الوضع الأمني بالمدينة. يشار إلى أن مدينة جدابية الاتصالات شبه مقطوعة
مقطوعة عليها، ومن النادر التواصل مع مصادرنا في المدينة جراء انقطاع الاتصالات. وسوف نتابع أيضا بيان اجتماع قادة ثوار المدينة بشأن موقفهم من حكومة السراج، هذا البيان الصادر عن الكتائب في مصراتة. وسوف نتابع الأوضاع في أباري نتيجة الاشتباكات التي دارت مؤخرا بين أنتبه والطوارق في المدينة. وفي الملف السياسي تطرقنا إلى اجتماع الحكومة الإيطالية بشأن مناقشة تطورات الملف الأمني والسياسي الليبي. وأيضا تطرقنا إلى المقالات الأجنبية والدولية في الصحافة الدولية حول الأوضاع في ليبيا. فهناك جرائد أمريكية وأوروبية أيضا تطرقت إلى الوضع الأمني وأيضا انتشار تنظيم الدولة في ليبيا. سوف نتابع هذا الموضوع. وأيضا تصريحات السيسي بشأن تأثر تونس بالوضع الأمني في ليبيا. نعم نجوى، هذا أبرز ما جاء في الاجتماع التحريري لهذا الصباح. سوف نوافيكم بأبرز الأحداث على الصعيد الملفي الأمني والسياسي في هذا اليوم. شكرا لك أمينة، وتحياتي لك وكل الزملاء داخل غرفة الأخبار. نعم شكرا لك نجوى. أيضا مشاهدينا في فقرة الرياضة، وما في غرفة أخبار الرياضة طبعا والزميل عمر الجزيري وآخر الأخبار الرياضية. عمر صباح الخير. صباح الخير نجوى. صباحك مبارك إن شاء الله. صباحك رياضة إن شاء الله. بداية عمر، الكرة الذهبية. لا، بداية كرة القدم الليبية. كرة الأخبار المحلية بداية أكيد. ومن ثم الأخبار العالمية إن شاء الله. كرة القدم الليبية اليوم طبعا الاتحاد حيكون إن شاء الله في موعد مهم جدا أمام شانتي كوتوكو لإرسال رسالة الاتحاد الأفريقي بأن الكرة الليبية تعود من جديد على الأراضي الليبية. اليوم الفريق الاتحاد سيقابل فريق شانتي كوتوكو على تمام الساعة 4 على ملعب طرابلس الدولي. هذا اللقاء اللي حيكون ودي طبعا في مضمونه بالامور الفنيه، لكن هو في ظاهره مباراه وديه، لكن مضمونه ان رساله تبعث الى الاتحاد الافريقي لكره القدم بان ليبيا عامله ان شاء الله، ولابد للفرق الليبيه والمنتخبات الليبيه العوده ولتلعب على ارضها في الاستحقاقات القادمه ان شاء الله. ونكون اليوم ان شاء الله في قناه النبح تكون في تغطيه خاصه لهذه المباراه تمام الساعه 3:30 دقيقه قبيل انطلاق المباراه بنصف ساعه تقريبا، حيكون في تغطيه خاصه للقاء الاتحاد مع شانتي كوتوكو. الى كره اليد، منتخب ليبيا لكره اليد ان شاء الله اليوم او غدوه ان شاء الله حيسافر تحديدا الى مصر للمشاركه في البطوله الافريقيه اللي حتنطلق في مصر ان شاء الله في 21 من هذا الشهر. اول لقاء لمنتخب الوطني حيكون امام المنتخب التونسي اللي يعتبر من افضل المنتخبات الافريقيه وايضا من المنتخبات المتقدمه عالميا في كره اليد، وتنافس بعض الفرق المنتخبات العالميه. نعرف ان المنتخب الليبي اجرى معسكر قصير في تونس، لعب مع عده فرق تونسيه في الفتره الماضيه، وان شاء الله غدوه حيسافر الى مصر للمشاركه في البطوله الافريقيه، وحيكون في لقاء ودي مع فريق الافريقي قبيل السفر الى مصر. فريق الاتحاد لكرة السلة هذه الأيام يستعد بقوة داخل صالة نادي الاتحاد. فريق الاتحاد يستعد لبطولة دبي لكرة السلة اللي حتنطلق في فبراير المقبل. الفريق طبعا يعتمد على عدد كبير من العناصر الشباب بالإضافة إلى تدعيم بعض الأسماء المعروفة في كرة السلة الليبية. يدرب الفريق المدرب الوطني صلاح السوكني ويساعد شكري البعيش. نعرف أن فريق الاتحاد لعب في البطولة الماضية في دبي في الفترة الماضية، لكن هذه مرة أخرى تجدد اللجنة المشرفة على هذه البطولة دعوة فريق الاتحاد ليكون متواجدا في هذه البطولة. أوروبيا، بلاتيني بعد ما تم إيقافه لمدة 8 سنوات من قبل محكمة الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو قدم استئناف لجنة الاستئناف من الاتحاد الدولي لكرة القدم على النظر في العقوبة التي فرضت عليه في الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن رئيس الاتحاد الدولي الحالي جوزيف بلاتر هذه العقوبة. نعرف أن البلاتيني وبلاتر تم إيقافه لمدة 8 سنوات عن ممارسة أي نشاط كروي في العالم، سواء في الاتحاد الدولي أو في الاتحاد الأوروبي. ايضا في حال لم تم الموافقه على الاستئناف ضمن لجنه الاستئناف فسيلجا الى محكمه التحكيم الرياضي اللي هي المعروف بالكاس. نعرف في رالي داكار ولمحبي الرياضات الميكانيكيه الاسباني
ساينز فاز بالمرحله امبارح مرحله التاسعه في رالي داكار اللي احتصر طبعا ما بين بوليفيا والارجنتين نظرا للظروف الامنيه في دول العالم عديده. الاسباني ساينز فاز بالمرحله التاسعه وتصدر بذلك الترتيب العام للبطوله رالي داكار. طبعا داكار اللي كما قلنا ايقاف الارجنتين وبوليفيا. طبعا الفارق كان اكثر من 7 دقائق عن زميلي ستيفن بيتر هانسل اللي جاء في المركز الثالث واللي كان ايضا متصدر في الفتره الماضيه. اما في الدرجات فكان توني برايس هو صاحب الترتيب الاول والان يتصدر الترتيب العام لصفات الدرجات في رالي داكار. نمشوا لكاس اسبانيا اليوم. محبي البلوغرانا على موعد مع فريقهم اللي حيقابل اسبانيول في ديربي كاتالونيا. اللقاء حيكون تمام الساعه 10 ليلا. نعرف ان برشلونه تفوق ب4 أهداف مقابل هدف في المباراه الماضيه في ذهاب كاس اسبانيا في الكامب نو. الدوري الانجليزي مانشستر ايفرتون اليوم على تمام الساعه 9:45 دقيقة. تشيلسي ايضا وست بروميتش على تمام 9:45 دقيقة. ليفربول وارسنال في مباراه مهمه جدا بين كلوب وارسن فينجر على تمام الساعه 10 ليلا. امس اول لقاء او في بدايه هذا الاسبوع للدوري الانجليزي بعد العوده مانشستر يونايتد يتعادل مع نيوكاسل ب3 أهداف مقابل 3. اذا نجوى نصل الى هيك الى اخر اخبار الكره العالميه والرياضه بصفه عامه فقره اليوم في يوم جديد. يعطيك العافيه. شكرا. عمر جزير وشكرا لك ولكل طاقم موجود معك في غرفه الاخبار. شكرا, شكرا لك. انطلقت الأيام الماضية برعاية مكتب الثقافة والمجتمع المدني ترهونة والنادي الليبي للرحلات السياحية الرحلة السياحية لمنطقة الشرشارة، حيث أقيمت خلال الرحلة مناشط ترفيهية وزيارات سياحية لبعض الأماكن السياحية بالمنطقة. وللمزيد حول هذه الرحلة نشاهد مع بعض التقرير التالي. مد جسور التواصل والمحبة بين الليبيين شعار رحلة نظمها النادي الليبي للرحلات السياحية إلى مدينة ترهنة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة لمجموعة من الشباب الذين ينتمون لمختلف المدن الليبية. الرحلة تهدف حسب المنظمين إلى التعريف بالعادات والتقاليد التي تختلف من مدينة إلى أخرى، بالإضافة إلى التعريف بمدينة ترهنة ومعالمها الأثرية والسياحية. رحلة شاركت فيها عدد من السيارات الصحراوية وتخللتها ألعاب ترفيهية للمشاركين وقصائد شعرية. قلت استنشد فيا من وين؟ ماني ليبي وزي زيك عيلة واحدة، مانا اثنين جارك يا نسيبك يا وخيك. ومحاضرات للتعريف بتاريخ ترهونة، كما اشتملت الرحلة على زيارة إلى منطقة الشرشارة السياحية. القائمون على تنظيم الرحلة أكدوا أنها لن تكون الأخيرة، بل ستليها رحلات أخرى إلى عدة مدن وفقا لبرنامج تم إعداده ويجرى العمل على تنفيذه خلال الأيام القادمة. بعيدا عن الخلافات والنأي عن التوترات التي تعيشها البلاد إثر الانقسامات، فضل هؤلاء الاستمتاع بأجواء رحلة لها رسالتها المقصودة والتي توضح بجلاء أن المدينة تنعم بالاستقرار والأمان. المزيد حول هذه الرحلة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد ناصر شحيدر رئيس النادي الليبي للسيارات. أهلا وسهلا بك وصباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا بك. بداية سيد ناصر، كيف جاءت الفكرة من هذه المسابقة؟ لا هي حقيقة مش مسابقة، الرحلة. عفوا، برنامج عام هو ضمن يعني توجهات النادي الليبي للرحلات السياحية. يعني نزوروا كل المدن الليبية إن شاء الله، وبدنا يعني نتلقوا في دعوات، وكانت عندنا دعوة كريمة من أهلنا في ترهونة والحمد لله يعني لبيناها، وكانت الإقبال فيها كبير جدا يعني ورائع. كيف كانت الأجواء سيد ناصر في هذه الرحلة؟ والله بارك الله فيكم. طبعا أهل ترهونة الكرام وأخوتنا يعني مشهورين بالكرم وبالضيافة، يحبوا الليبيين، فكانت يعني اجواء رائعه، استقبال جميل جدا من كل اطياف اهالي المدينه، شباب وشياب وكمجلس بلدي، الحمد لله كانت اجواء رائعه كويسه 100%. تفضل. سيد ناصر، حابه نعرف منك الهدف من الزياره في هذه الرحله. والله الهدف من الزياره، طبعا احنا شعارنا في النادي الليبي رحلات سياحيه هو العمل تحت رساله مد
جسور التواصل والمحبة بين الليبيين. بما أن سيد ناصر هذه مبادرة كانت جدا رائعة من أهل ترهونة، وطبعا هذه التحية لهم في الصباح، حابة نعرف منك في رحلات أخرى لمناطق أخرى؟ بالتأكيد طبعا، من ضمن أجندة النادي يعني العديد من الرحلات إن شاء الله. عندنا دعوة من مدينة بنوليد إن شاء الله نحاول كيف نلبوها، فيها اتصالات مع مدينة نالوت في احتمال كبير يعني إن شاء الله خلال الأسبوعين القادمين يعني ممكن نديروا زيارة. وعندنا عدة يعني دعوات، عندنا دعوة مدينة الزاوية كذلك ندرس فيهم يعني إن شاء الله، وحنلبوا الدعوات كلها بإذن الله إن شاء الله. طيب سيد ناصر، حابة نعرف منك عدد المشاركين في هذه الرحلة. والله كل رحلة تختلف عن الأخرى يعني. طيب بالنسبة لي ترون يعني حوالي 76 سيارة يعني كان عليهم مرافق لنا يعني في عدد أشخاص يعني أكثر من 250 شخص يعني. طبعا عدد المدن المشاركة في هذه الرحلة أيضا سيد ناصر؟ مجموعة كبيرة والله، من الزاوية، من زوارة، صبراتة، قصر اختيار، سلاتة، قمص، مصراتة، ليطن، ما شاء الله يعني عدد كبير طبعا. سكان طرابلس يعني شباب سكان طرابلس اللي هم يعتبروا تنوع يعني من أغلب مدن ليبيا. طيب احنا في انتظار الرحلة القادمة لبني وليد إن شاء الله زي ما ذكرت سيد ناصر. بإذن الله. شكرا لك وموفقين إن شاء الله، صباحك مبارك. شكرا لك مبارك، ونشكركم على متابعتكم لكل الأنشطة إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لك، شكرا لك وتحياتنا لك في الصباح، صباح مبارك، وهذه تحية لكل مناطقنا الحبيبة داخل طرابلس. أيضا فاصل قصير ونشاهد بعدها أحبائي حملة تفتيشية لجهاز الحرس البلدي طرابلس على المقاصف بالمدارس العاصمة. أهلا بكم من جديد. ضمن الحملات الدورية لجهاز الحرس البلدي طرابلس، قام الجهاز الحرسي بسوق الجمعة بحملة تفتيشية على بعض مقاصف المدارس، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الطلبة. واشتملت الحملة على التفتيش الصحي والنظافة العامة والأسعار والمستفيدين من المقاصف والقائمين عليها من حيث اللياقة الصحية والأخلاقية. وتضمنت جولة هذا اليوم مدارس كل من بشير الأسطى ومختار بالحاج و24 ديسمبر والتحدي. معنا في الاستوديو يوسف الجيلوسي، العقيد يوسف الجيلوسي، اهلا وسهلا بك ملازم اول. اهلا وسهلا بك، صباحك مبارك ان شاء الله. بارك الله فيك. بدايه ملازم يوسف، حدثنا بشكل عام عن الحمله. طبعا هذه من خلال دوريات الحرس البلدي تم اتفاق مع المراكز، وبدا بالمراكز سوق الجمعه وبدا في الحملات التفتيشيه. عندنا غوت شعال، عندنا بسليم، عندنا عدة مراكز داخل مدينة طرابلس، وبإذن الله الحملة مستمرة لكامل العاصمة، ونتمنى حتى من مدن ليبيا بالكامل يعموا هذه الخطوة. عدد المدارس يعني اللي قمتم بالحملة هذه في الوقت الحالي كم مدرسة حاليا؟ والله يعني قاعدين العمل مستمر، ما نقدرش نحصروها هنا، كل يوم في عندنا العمل المقاصف. طبعا الحملات التفتيشية بتناول فيها ان عضو الحرس البلدي النظافة العامة للمقصف، الشهادة الصحية للقائمين على إدارة المقصف. والحقيقة من خلال التفتيش اتضح ان بعض المدارس سلبية الحقيقة، انا ما نقولش كلهم لكن جل المدارس المقاصف لا تشترط فيها الشروط الصحية. طبعا الشروط الصحية بتكون من الحائط، من السقف، من المواد الصحية، من حتى في اللي يدير في المفروم وفي اللي يدير في الحاجات هذه، ان هي غير مطابقه للمواصفات. وهذه طلبه، حتى السعر للطالب طبعا غير صحيح. طيب بالنسبه للمخالفات، نعم. سجلتوا مخالفات للمدارس؟ سجلنا مخالفات، عرضتوها يعني؟ اكيد سجلنا مخالفات ودرنا تعهدات على مدراء المدارس
تم التوقيع على هذه التعهدات وعطيناهم مهلة 10 أيام من بعد عطلة 15 يوم أو بعد امتحانات. العطلة 15 يوم كنا كافية أن هي تصين فيها المقصف. مزبوط. اخترنا الفترة هذه وبعدها درنا لنا تعهد خلال الدوريات الجاية بعد التعهد اللي بيكون نفس الشيء اللي مر عليه حيقوم بعقوبته طبعا. بالنسبة للشهيد الصحية؟ الشهيد الصحية جلهم لا يوجد لديهم شهيد صحية. طبعا نادي حقازي للأسف الشديد ده طالب في صف أول وفي صف ثاني في صف حتى المنع قاعد عندك شوية وزيد أنت شوية وزيد فوق من هذا كله السعر. تبي لأن ولي الأمر مثال عنده 5 صغار يقروا تبي أقل شيء 20 دينار في اليوم. مزبوط. بروح 600 دينار غير هذا مفطور بس. حتى بالنسبة للدراسة وفصل الشتاء وتعرض بعض الأطفال للبردة وغيرها يعني. صحيح. فهذه ممكن تكون مسبب آخر. أكيد. وفي حتى بعض المأكولات طبعا تكون شرطاتها صحية وبتباعش داخل المقاصف. في عند زي المثال من أنواع من الحلوى أنواع من الكيكات فهذه مواد ملونة فهم من غير مطابقة المواصفات وجدناها داخل المقاصف طبعا تم سحبها. وإحنا كحرس بلدي الحقيقة حتى كظهورنا الإعلامي ليس حب في ظهور الإعلامي لكن حب المواطن أنه باش يعرف السلبيات يقوم حتى بالولي الأمر نفسه حتى الأم صباحا مثلا أنه مش ما فيش عيب كان مثلا هي دارت فطور طفلها وتاتها فطورها ومشي طول لأن ما عرفش المقصف شو فيه شهاد صحية يقولك مثلا أنا ليبي كمل الله مرة أنا ليبي شي مرة مرضوش ليبي معرض للمرض والأجنبي معرض للمرض. طبعا نبو إحنا من أولياء الأمور هي بالدرجة الأولى إحنا كمدارس مثلا خدنا الإجراء من حيالهم لكن ولي الأمر في منزلك انت تعرف كيف تحضر لابنك وطفلك. نعم. ايضا ممكن لظروف ما يعني ممكن الام تكون عامله او غيرها يعني فهي ممكن سهلوا العمليه هذه بس كويس. الموضوع انك انت مثلا تقوموا انتم يعني كمجموعه تقوموا في بحملات تفتيشيه لبعض المدارس هذه جد بادره جدا رائعه. نعم. وان شاء الله تكون المدارس على كافه مدارس طرابلس ان شاء الله, إن شاء الله. بس حابه نعرف منك ايضا النصائح والإجراءات اللي أنتم قدمتوها لهؤلاء ممكن يكونوا المدراء مدراء المدارس. نعم. نفسهم يعني المدراء طبعا أعطيناهم النصائح أن هي بتكون للشرطات الصحية مثلا داخل المقصف عندك خزان دورة المياه مثلا اللي يغدي في المدرسة كثيريتهم طبعا يجب أن هي يكون إعادة تجديد لهم عفوا يعاد تجديد الخزانات. طبعا الخزانات نعرفهم احنا اكثر حتى الطلبه يشربوا منكم دورات المياه تاع المدرسه ويشربوا من كذا والخزان بيكون معرض مفتوح ومعرض لاشعه السمس بيكون الغبار والوسخ حشاك داخل متراكم عليه عندنا زي ما حكينا مثلا انت كتنظيف المكان بتكون عندك سيراميك عندك معدات صحيه عندك داخل المقصف صندوق الاسعافات. بالنسبة للحملة التفتيشية كانت كاملة ويعني مش المقاصف فقط كانت حتى للدورات المياه وللخزانات. نعم. وغيرها يعني. نعم. بالنسبة اللي شفتوه أنتم يعني كانت في مخالفات كبيرة يعني بالنسبة للمدارس. المدارس أكيد في مخالفات كبيرة حقيقة وإحنا درنا لهم حتى إحنا من خلال جولات زي ما حكيت سالفا إن درنا لهم تعهدات بمحي هذه المخالفات وبعدها أنا أعطيتك إنذار المرة الأولى وبعدها بتكون في عقوبات رادعة الحقيقة. إن هذا في عيل طبعا المنع مش زي العيل زي الكبير طبعا ماشي المقرى يلقى روح مريض وزيد على ذلك زيادة الأسعار داخل المقاصف. شكرا لك ملازم أول يوسف القلويش تحياتنا لك فصباح صباحكم مبارك ورب يعطيكم العافية. شكرا لك. أما الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة لأهم أخبار البلديات في فقرة أخبار البلاد. قام المجلس البلدي وبإشراف مع مكتب المرافق والإسكان ببلدية سوق الجمعة وبالتعاون مع مكتب خدمات شرقي طرابلس لشركة المياه والصرف الصحي وشركة الخدمات العامة بحل بعض مشاكل المختنقات وتجمعات مياه الأمطار وصيانة وبناء عدة غرف للصرف الصحي وإزالة مخلفات القمامة داخل البلدية. بإشراف المجلس البلدي لبلدية تاجورة وفي إطار المبادرة الليبية الانتقالية المجانية لدعم برنامج رياض الأطفال تم الشروع في إقامة حديقة ألعاب متميزة بالقرب من مسجد مراد آغا حيث تم تركيب عدة أبراج تناسب أعمار الأطفال بالإضافة إلى إنشاء عدة ألعاب ترفيهية أخرى. قامت شركة الخدمات العامة وبالتعاون مع إدارة الحدائق بطرابلس بحملة نظافة واسعة لحديقة شهداء بن عاشور شملت عمليات تقليم بعض الأشجار ونقل المخلفات وترميم بعض الطرقات والأرصفة بها.
قام وفد من طلبة كلية التقنية الطبية بجامعة طرابلس بزيارة إلى مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعين زارة، وقام الوفد بجولة ميدانية شملت المكاتب والأقسام الإدارية. تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون الصحي والمعرفي بين كلية التقنية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض. نظم مكتب النشاط المدرسي ببلدية نالوت مسابقة للعدو الريفي بمنطقة تكويت شمال المدينة بمشاركة 80 طالبا من مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي في مناطق وازن وتكويت والحوامد والغزاية. وفي ختام المسابقة أقيم حفل تم فيه توزيع جوائز تقديرية على الطلبة الفائزين بالتراتيب الأولى. تتواصل ببلدية الجرابولي أعمال مشروع البنية التحتية لمدينة الجرابولي والذي شمل شارع الوليد بالبلدية، وذلك بإشراف المجلس البلدي وبالتعاون مع عدد من الشركات العامة بالبلدية. أما الآن مشاهدينا نلقي نظرة على أبرز درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن الليبية. وإلى أخبار الرحلات الجوية بالمطارات الليبية، حيث ستقلع اليوم مدارج مطار ميتيغا الدولي بمدينة طرابلس 14 رحلة، منها 6 رحلات محلية، 3 رحلات إلى طبرق، ورحلتين إلى لبرق، ورحلة إلى غات. أما الوجهات الدولية التي ستنطلق من مطار ميتيغا لهذا اليوم الأربعاء ستكون 8 رحلات، منها 5 رحلات إلى صفاقس، ورحلتين إلى اسطنبول، ورحلة إلى خرطوم، والأخرى إلى إسكندرية عبر مطار طبرق. أما عن مطار مصرادة لهذا اليوم، ستقلع منه رحلتين دوليتين إلى صفاقس. متعة السفر نتمناها لكم المسافرين عبر مطاراتنا الليبية، ولكل رحلاتنا المحلية والدولية سلامة الوصول.
من حركة الطيران إلى أسعار الدولار واليورو وأسعار العملات الأخرى مقابل الدينار الليبي، لا يزال سعر الدولار الأمريكي وكذلك اليورو في السوق الموازية ثابتا بين 3 دنانير و 3 دنانير وبعض الدراهم، حيث وصل سعر الدولار عند إغلاقه أمس الثلاثاء ل 3 دنانير و 150 درهما، وأما اليورو فقد استقر عند 3 دنانير و400 و200 درهما، بينما بقية أسعار العملات الأخرى كالليرة التركية والدينار التونسي والجنيه المصري تظهر على الشاشة الآن حسب سعر المصرف والسعر الموازي لها. وبخصوص المواد الأساسية، فسعر طبق البيض 7 دنانير ونصف، وسعر كيلو السكر دينار و650 درهما، والزيت 3 دنانير، وزيت الزيتون 7 دنانير للتر. بالنسبة لأسعار خضروات، سعر كيلو طماطم 2.5 دينار، أما كيلو الخيار 3 دنانير، بينما سعر كيلو البطاطا 2 دينار والبصل 2 دينار للكيلو، وأما الليمون 2.5 دينار للكيلو. نختتم جولتنا من أسعار اللحوم، حيث وصل سعر كيلو دجاج 7 دنانير، ولحم الوطني 20 دينار الكيلو، والأسباني 15 دينار، ولحم البقر 16 دينار، والإبل 20 دينار للكيلو. ننوه لكم بهذا الخبر، حيث قال مسؤول في بلدية قرطاج التونسية إن مواطنا ليبيا يدعى صبحي بن علي الهلاوي وفاه الأجل المحتوم في بيته الكائن في البلدية، والسلطات تبحث عن طريقة للتواصل مع الورثة في طرابلس. وأوضح زياد الهاني المسؤول في بلدية قرطاج أن المعلومات التي لديهم عن الورثة المحتملين شحيحة، حيث كان المتوفي يقيم وحيدا. وتشير النبأ من خلال المعلومات التي أدلى بها المسؤول التونسي إلى أن الورثين المحتملين هما مهدي الهلاوي ونوري الهلاوي حسب السلطات التونسية، وبإمكان المعنيين التواصل من خلال النبأ مع السلطات المعنية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يومنا جديد انتهى مشاهدينا، وتابعنا فيه البقوليات وقيمتها الغذائية والصحية لجسم الإنسان في فصل الشتاء. حلقة اليوم مددتكم بنصائح حولها. رحلة سياحية لمنطقة الشرشارة بترهونة بإشراف النادي الليبي لرحلات سياحية ومكتب الثقافة والمجتمع المدني. حملة تفتيشية لجهاز الحرس البلدي طرابلس على مقاصف بمدارس العاصمة. لا ننسى مشاهدينا أن كل يوم هو يوم جديد، وبإمكانكم مشاركتنا بصور صباحية على الهاشتاج يوم جديد. في أمان الله.